مستمر في محاضرات الرسم الهندسي بعد الكورس التالي. تطرقنا في المواضيع السابقة إلى موضوع الرسم المجسم الايزومتريك أو الرسم المنظور، وأخذنا نوعين من الخطوط. احنا قلنا عندنا 3 اتجاهات بالنسبة للخطوط، أو 3 اتجاهات رئيسية أو 3 تقسيمات أساسية، اللي هي الخطوط المتقايسة والخطوط غير المتقايسة والدوائر والكيرفات أو المنحنيات. بالنسبة للخطوط المتقايسة وغير المتقايسة، وضحناها أن الخطوط المتقايسة دائما ما تكون تنطبق على أحد المحاور اللي هو X, Y, Z. الخطوط غير المتقايسة قلنا ما تنطبق على المحاور، وإنما تكون عبارة عن توصيل بين الخطوط المتقايسة. نأخذ نقطة البداية والنهاية ونوصل بيناتهم إلى آخره. اليوم حنتطرق إلى موضوع الدوائر في الأيزومتريك. طبعا بالرسم الاعتيادي احنا جاي نرسم الأيزومتريك، هو عبارة عن فد مجسم اعتيادي، ولكن بالإسقاط من نريد ننظر له نرسمه بزاوية معينة، اللي قلنا نميله بزاوية 30 على الأفق. تميل بزاوية 30 على الأفق، فهنا الدائرة راح تتغير شكلها. هي بالأصل هي دائرة، يعني كأنما أنت تنظر إلى بالمساقط بالترسمة بالمساقط حتكون عندك دائرة واضحة، هذه الدائرة الاعتيادية. لكن من تجي ترسمه بما أنه مال بزاوية عن الأفق، تغير شكل الدائرة، أصبحت الآن على شكل قطع، القطع الناقص الإليبس. فهنا طريقة رسمها راح تختلف. يعني احنا اليوم راح ناخذ شلون نرسم الدوائر. طبعا هنا عندنا نوعين من الدوائر، اما ان تكون الدوائر عبارة عن فجوات داخل الجسم، يعني مثلا فالدائرة بالفرونت فيو او دائرة بالسايد فيو او دائرة بالتوب فيو، تكون عندك دائرة ومخترقة الجسم عبارة عن فجوات اللي هي محفورة داخل الجسم، او تكون عندي لا اطراف الجسم كان يكون مثلا فد بروز معين هو على شكل دائره، نهايات الجسم تكون عباره عن دائره نسميها منحوته، نهايات تكون منحوته يعني نحت على شكل دائره. شوي راح اوضح لكم اياها. بالنسبه للحاله الاعتياديه والحاله القياسيه لرسم الدائره اللي هي الهولز الفجوات، طريقه رسمها راح تكون عندي عباره في البدايه. خلينا نفهم شلون نرسم الدائره. طريقة رسمها بالنوعين، إذا كان منحوتة وإذا كانت هولز فجوات داخل الجسم، فطريقة الرسم هي واحدة، اللي هي شنو؟ اللي هي تاخذ معين بزوايا، تكون هذه الزوايا منطبقة على محور إكس، والارتفاع هذا يكون منطبق على محور زد. يعني هالخطوط هاي تكون عندك عمودية بزاوية 90، وهذه الخطوط تكون عندك مائلة بزاوية 30. ومننا ايضا شنو اللي ناخذه بهذا المعين، شنو مواصفات المعين اللي نرسم به الدائره. هذا المعين يكون عباره عن القطر مالته او طول الضلع مالته يكون مساوي لقطر الدائره. اوكي، لقطر الدائره. ايش قد عندك الدائره؟ مثلا طاق دائره قال لك هذه دائره نصف قطرها خلينا نقول 30، انت راح تجي شو تقول؟ تجي ترسم معين طول ضلعه 60 عفوا، نصف قطر الدائرة قد 36، انت تاخذ ما يساوي القطر كامل. فحتى تجي ترسم هنا شنو؟ تجي ترسمها معين بهالشكل، هذا الخط يكون هنا منطبق، وهذا الخط عمودي، وهذا الخط ايضا عمودي، وهذا الخط ايضا عمودي. فهذا هنا من ترسم هذه الخطوط، هذا يكون عندك قلنا قد؟ هذا 60، وهذا 60، وهذا 60، وإلى آخره. يعني هذا صار عندي عبارة عن شكل معين. طريقة الرسم شنو هنا؟ حتى أرسم راح أولد المراكز. أجي هنا عندي هذه الزاوية هي زاوية منفرجة، وهذه الزاوية هي زاوية منفرجة. خلي ببالك عندي نوعين من الزوايا تولدت، عندي هنا زاوية حادة وزاوية حادة، وهنا عندي زاوية منفرجة لقياس أكثر من 90، وهذه أيضا قياس إذا لاحظ هنا أكبر من 90. إذن اختار الزوايا هذه اللي هسه هذه تكون زاوية واحد، وهذه الزاوية الثانية. هذا ايش راح اسوي؟
اجي انصف هذه، انا من رسمت هذا 60 وهذا 60، كان المفروض من البدايه اقسمهم عند المنتصف، اجي اقسم هذا مو 30 هنا وهذا 30، وبزاويه هذا انت هناك مخلي المثلث عندك على زاويه 30 وتقسمها. تجي ترسم لي هذا الخط المنصب سنتر لاين، اوكي، وهذا الخط ايضا هذا 30 خلينا نفرض بخط عمودي، حاله حال الخطوط الاساسيه، فقط تقسم لي هذا المعين من المنتصف الى اخر. اذا هسه نجي، هسه قلنا اول شيء رسمت معين بقطر مساوي لقطر الدائره، قطر الدائره 60 يكون طول ضلع المعين ايضا 60، هذا 60 وهذا 60. انطاني نصف قطر الدائره 30، ايضا اختار القطر مالت اللي وصار 60 وارجع ارسم المعين بطول ضلع 60. اثناء رسم المعين اجي اقسمه، هذا وين ما رسمته انا هسه رسمته هنا وعندي المسطره مثبته، من المنتصف مالته اخلي فد اجيب التي مالتي أو عفوا المثلث العمودي واقسمه او بالمسطره. خلصنا من هذا هسه التقسيم، اجي قلنا بعدها نختار الزوايا المنفرجه، شو اسوي بالزاويه المنفرجه؟ اجيب هذا من الزاويه المنفرجه من مركز الزاويه المنفرجه هذه اوصل الى هذا الخط، عفوا هذا هنا لازم يكون عندي خط عدل بالمسطره التوسط، واوصل بعد المن الى هذا الخط بالزاويه المنفرجه، والزاويه المنفرجه المقابله هذه اللي هي الزاويه ايضا راح يكون المن للخطوط المقابلة لها، لهذا المنتصف وإلى هذا المنتصف. هسه أنا بعد هذا السنتر لاين الخط الأحمر ما له علاقة بأنساه، يصير شغل وين؟ يصير شغل هنا. راح أجي أجيب الفرجال مالتي وأخليه وين؟ أخليه هنا. هسه هذا عندي مركز رقم واحد وهذا واحد داش، وهذا يصير عندي مركز رقم اثنين وهذا 2 داش، لأنه راح يكون نفس القياس، هذا وهذا نفس القياس وهذا وهذا المركز بنفس القياس. طيب هذا شلون أفتحه؟ بش قد أجي أخلي أركز الفرجال هنا وأفتح بمقدار هذه الفتحة إلى التوسيط اللي أخذته، أوكي، وأبدي أدوره بهالاتجاه إلى أن أوصل إلى هذه النقطة اللي هنا أتوقف. بس هذه قلنا نركز بهذا الفرجال، صار عندي هذه نقاط التقاطع اخذهم هم المراكز، بالنسبه لمراكز الدوائر الصغيره اللي هي نسميهم البؤره. وهذا الثاني ايضا، هذا طبعا الرسم انا هنا عندي مو كلش اوكي القياسات مالته اللي الرسم باليد، هسه راح نرسمه بالمسطره والقياسات. فهذا هنا راح تكون عندك شنو؟ تاخذ القياس هذا اللي هو لازم شنو يكون مساوي لهذا، فتركز الفرجال اللي هنا وتبدي تدوره بهالاتجاه. اوكي، هسه هذا صار عندي شنو؟ كملت هذه الاقواس اللي هي رسمتهم من البوره. بعدها اختار المركز الثاني اللي قلنا هذا، هذا خلي ارسمه بلون مغاير عشان يكون الاخضر، فاجي افتح الفرجال بهذا المقدار، ركزت الفرجال هنا وافتح الفرجال الى هذا المقدار وابدي ارسم. هذا طبعا وصل لهنا عندك، تجي تكمله، احنا قلنا هذا يوصل للخط، وابدي ارسم من الخط في الاتجاهات، وصلت لهنا اترك، انقل الفرجال مالتي اركز هنا بهذا المقدار، خلي امسح هذا حتى توضح لنا الامور، فاجيب الفرجال مالتي اركز هنا وافتح بهذا المقدار، او بعد انا ما احتاج افتح لانه هنا ماخذ نفس القياسات، فقط اغير مكان الفرجال وابدي ارسم من هذا المكان وانطلق الى ان اوصل الى هذا النقطه. الان رسمت عندي دائره، طبعا هو هذا رسم توضيح، احنا راح نرسم هسه قلنا، فتجي تمسح الزوائد مالتك اللي هو شنو مثلا السنتر لاين تعوفه او
تخلي اذا اشترطت عليك انه تترك العمليات الهندسية، هذا تعتبر عمليات هندسية. طبعا تخلي بالك انه تكون هذه خطوط خفيفة، التنصيف والخطوط اللي تنطلق من الزاوية المنفرجة الى منتصف الاضلاع، هذا تكون خطوط خفيفة، نسميها خطوط مساعدة او خطوط ساندة، هذه ما نحتاجها بعدين. بس اذا اشترطت عليك انه تبقي هي العمليات الهندسية راح تكون مطلوبة عندك، واذا ما اشترطت بقاء العمليات الهندسية لا، نظف الرسم مالتك بعد ما تكمل رسم الدائرة. فهذه هنا هسه اذا تلاحظ هذا صارت عندي فجوة بداخل الجسم. خلينا نفترض انه هذا الجسم ممتد عندك هالشكل هذا، اوكي، فهذا تكون عندك فجوة وين؟ بهذا السايد فيو. طيب اذا كانت عندك بالفرونت فيو بهالاتجاه هذا، هنا شنو اللي يختلف عندك؟ اريدك بس تنتبه للحالة فقط، انه رسم المعين راح يكون بهالاتجاه هذا فقط، المعين يكون عندك بنفس القياسات. هسه احنا مو شرط انه انا ارسم المعين على قدر هذا، انا ارسم المعين على قدر الدائرة مو على قدر الجسم اللي موجود عندي. خلينا نشوف هسه مثلا هنا بصوره سريعه. نفترض انه هنا منطيني مثلا بمركز هذه الدائره، ايش منطيني؟ قايل لي هنا اكو في الدائره فجوه هولز، خلينا نقول 20، قطرها 20. فانا ايش راح اسوي؟ اخذ المركز هذا، اطلع المركز هذا مثلا، وهذا ارتفاع خلينا نقول مثلا 60 قلنا، فاخذ هذا ال 30 وهذا ال 30 اوصلهم، وهذه خلينا نفترض هنا عندي مثلا 80، اخذ هذه 40، ويكون عندي هذا هنا عمودي لانه على اتجاه زد. حصلت على هذا المركز، هذا المركز هو اللي ارسم من عنده المعين. ايش قد قايل له هو؟ قايل لي 20 نصف قطرها. بما انه نصف قطرها 20 ناخذ ايش قد؟ ناخذ 40، فيصير عندي 20 بهالاتجاه و20 بهالاتجاه. حددت هذا ال 20 وحددت هذا العشرين، وأقيس 20 من هالاتجاه اللي هي هذه مثلا وهذه، أجي أرسم المعين مالتي هسه اللي هو هذا المعين. شوف هذا الزيت ما يتأثر عندي، هنا ما يتأثر عندي وهنا ما يتأثر عندي، يبقى دائما عمود بزاوية 90. هذا الشيء يكون عندي الخط الأسفل بالنسبة للمعين يكون منطبق على هذا المحور اللي هو سميناه اكس، فيكون هالاتجاه هذا الشكل، وهذا أيضا يكون عندي هالشكل. طبعا قلت لكم الرسم شويه مو تمام قياسات، لانه رسم يده وصعوبه اسيطر على الماوس. فتخلي ببالك اذا رسمت بهالاتجاه بالفرونت فيو ينطبق على هذا المحور، هذا تشوفه، هذه الخطوط الاعلى والاسفل تكون شنو؟ تكون متقايسه مع هذا المحور اللي هو الاكس، والخطوط الارتفاع تكون شنو؟ تكون على محور زد منطبق على عموديه بزاويه 90. هذا هنا اللي رسمناه هنا شنو؟ هذه الخطوط تكون هالشكل، وهذا يكون عند شنو هنا؟ زيت يكون عمودي. بالفرونت فيو، عفوا بالتوب فيو، لا ما عندي عمودي، راح تكون هالشكل الخطوط، هذا مع هذه الخطوط وهذا مع هذه الخطوط، يعني كل خط للأقرب إليه. طيب اذا اريدك تركز لي على انه الدائره من تشوفها وين تقع، على اي فيو، على اي مسقط، مثلا هنا بالسايد او بالفرونت او بالتوب، فترسم بهالشكل هذا. زين احنا قلنا هنا هسه انا ايش عندي، نرجع لموضوعنا، قلنا انا هنا ايش عندي؟ عندي هذا هو عباره عن جدار الجسم صلد، وهنا اكو دائره، هذه الدائره قلت اسوي معين على طول ضلع المعين المساوي لقطر الدائره. كملت هذا المعين حسب القياسات وبالسنتر هي، او مرات تجيك مثلا دائره هنا منطبقه هنا حسب الرسم اللي موجود عندك انت. المهم تجي تخلي مركز المعين هو مركز الدائره اللي تريد ترسمها. زين تجي هسه هنا قلنا تحدد الزاويه المنفرجه اللي هي مثلا هذه الزاويه وهذه الزاويه، وتبدي ترسم الشكل، وهذا للنصف وهذا ما يجي للنصف هذا وهذا للنصف هذا، وتبدأ ترسم هذا، تخلي تركز الفرجال هنا
وترسم هذا القوس، وبعدها ترسم، خلي ارسم بخط اخر، لون اخر عفوا، فترسم هذا توصل هنا هسه هالشكل هذي، وهذا توصل عندك بهالشكل، وتكمل هذا تركز بهذا الفرجال ولهذه الفتحة وتنطلق بالرسم، وتركز الفرجال هنا وترسم بهذه الطريقة، كملت عندك الدائرة. هسه شو تسوي هنا؟ هنا تمسح عندك هذا الزيادة، أنا بعد المعين هنا ما أحتاجه، أنا محتاج هنا عندي فقط دائرة، فأمسح المعين وأمسح العمليات الهندسية اللي موجودة هنا، راحت الدائرة. فهذا نظفته سنت هنا، صارت عندك هذه الدائرة. بالنسبة للفرونت فيو، عفوا التوب فيو، نفس الشيء، هذا عندك المعين مرسوم بهذه الطريقة، تجي تشوف الزاوية المنفرجة، وهذا مقسم عندك بهذه الطريقة، وتجي تاخذ الزوايا المنفرجة وتوصل إلى التقسيمات، إلى المنتصفات، وهذه إلى المنتصفات، تولدت عندي هذا مركز وهذا مركز وهذا مركز وهذا مركز، وترسم الدائرة بهذه الطريقة، صار عندك وجه الدائرة هذه. حتى بعدها ناخذ إذا كانت النهايات منحوتة، هسه نجي ناخذ رسمة تطبيق عملي.